حبيب رسول الله 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 طلب أحد الفقراء من تلمسان من الشيخ العلوي الإذن بذكر الاسم الأعظم، ولكن وبما أنه كان مسؤولا عن عائلة كبيرة طلب منه إن كان بإمكانه الذكر في بيته في تلمسان، فقبل الشيخ العلوي وأذن له في ذلك بعدما ذاكره في طريقة الذكر وخصائصه، كما طلب فقيرا آخرا ومن نفس المدينة من الشيخ العلوي الإذن بذكر الاسم الأعظم، ولكنه فضل قضاء تلك المهمة في زاوية شيخه بمستغانم، وضعه الشيخ في الخلوة لمدة أسبوع كامل، وكان يزوره كل يوم ويذاكره في الأحوال الروحية وفقا لتقدمه في الذكر. في نهاية اليوم الثامن أمره بالعودة إلى بلدته تلمسان، ولكن دون أن يتحصل على أي نتيجة، وذلك رغم كل الجهود التي أبذلها الشيخ العلوي. لدى وصوله إلى مدينته وجد الفقير الآخر الذي بقي في بيته قد تحقق بالكامل، حيث فتح الله على عين بصيرته وتحصل على العلم اللدني. تم استجواب الشيخ العلوي حول هذه النقطة لأنه يبدو أنها أربكت جميع قواعد الإرشاد. لماذا الفقير الذي كان معك لم ينجح والفقير الذي كان بعيدا حصل على نتيجة؟ فأجاب قائلا: الأمر في غاية البساطة، الفقير الذي كان بين عائلته بجسده كان معي بقلبه، والفقير الآخر كان معي بجسده ولكن قلبه كان مع عائلته، وأنا إنه القلب الذي أريده.